يا أبناء الروح، أنتم خزائني، لأن فيكم كنست لآلي وأسراري وجواهر علمي، احفظوها لئلا يطلع عليها أغيار عبادي وأشرار خلقي. يا ابن من قام بذاته في ملكوت نفسه، اعلم بأني قد أرسلت إليك روح قدس كلها، وأتممت القول عليك وأكملت النعمة بك، ورضيت لك ما رضيت لنفسي فارضى عني. ثم اشهد يا ابن الإنسان، اكتب كل ما ألقيناك من مداد النور على لوح الروح، وإن لم تقدر على ذلك فاجعل المداد من جوهر الفؤاد، وإن لم تستطيع فاكتب من المداد الأحمر الذي سبك في سبيلي، إنه أحلى عندي من كل شيء، ليثبت نوره إلى الأبد. يا أبناء الإنسان، هل عرفتم لما خلقناكم من تراب واحد؟ لئلا يفتخر أحد على أحد، وتفكروا في كل حين في خلق أنفسكم. إذن ينبغي كما خلقناكم من شيء واحد أن تكونوا كنفس واحدة، بحيث تمشون على رجل واحدة، وتأكلون من فم واحد، وتسكنون في أرض واحدة، حتى تظهر من كيناتكم وأعمالكم وأفعالكم آيات التوحيد وجواهر التجريد. هذا نصحي عليكم يا ملأ الأنوار، فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر الزمنية.